المنظر الغريب الذي يشبه الدمية المحبوبة عند الأطفال كوكي مونستر هو إسفنج البحر الأرجواني. هذه المفاجأة تم التقاطها من المصور مورسيو أثناء رحلة الغوص في البحر الكاريبي. قنفذ البحر المكسيكي الذي يعيش طوال حياته في مرحلة اليرقات. الأغرب في هذا المخلوق أن لديه يدين ورجلين وآذان تشبه الشهاب النارية. سمكة الأسقلبين يبدو شكلها غريبا ومترهلا، تنمو على عمق قدمين من سطح البحر في خليج مونتيري شمال كاليفورنيا. سمكة نابليون هي سمكة من عائلة سمك الرأس، وهي من الأسماك الكبيرة التي تعيش بين الشعاب المرجانية. هذا المخلوق الذي يبدو شكله جميلا ولطيفا لاقى إعجابا كثيرا عند اكتشافه وتصويره أول مرة. شكله يشبه شكل الأرنب كثيرا، لذا سمي بأرنب البحر. السمكة الذهبية تمتاز بلونها الذهبي الجميل، والمميز في هذه السمكة أن حجمها يستطيع أن يكبر حتى يصل إلى أكثر من 4 كيلوغرامات. حلزون البحر الذي يشع بهذه الألوان الجميلة يوجد في بحر جنوب كاليفورنيا ومهدد بالانقراض. ألوانه الجذابة تشع حتى في الظلام. عيون البرميل أو سمكة الشبح سميت هكذا لشكل عيونها التي تبدو كبرميلين فوق رأسها، وأيضا للونها الشفاف. تعيش في المحيط الهادئ والمحيط الهندي. هذه السمكة أصلها أسيوي واسمها فلاور هوم. تمتاز بألوانها الجميلة والساهية كالورود، وتعتبر من بين أشهر أنواع سمك الزينة. وفي المركز الأول هذه السمكة الغريبة التي تمتاز بأسنانها الزجاجية ولونها